وينضم إلينا الآن من فورت لودرديل سانديب شارما وهو رئيس قسم الاستثمار في سينتاكس كابيتال. سانديب شكرا لتواجدك معنا. الأسواق منذ صدور بيانات التضخم يوم الخميس، هل كان مبالغ فيه أم أنه استمرار للموجة الصاعدة والتي من الممكن أيضا أن تستمر لفترة أطول؟ كان مبالغ فيها. بداية شكرا على استضافتي في برنامجكم. نعم كان مبالغ فيها بعض الشيء. كان لدينا الكثير من العوامل السلبية التي احتسبت، والأسواق كانت تبحث عن إرشادات إيجابية، رؤية ويقين. فبالتالي عدة أمور اجتمعت في نفس الوقت، حيث كانت المحفزات السلبية موجودة وتتراكم ولم تختفي، وبالتالي هذا أثر على الأسواق، ومن بينها التطورات الحاصلة في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، الحوار المتوقع بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين في قمة مجموعة العشرين، وأيضا نبرة متساهلة أكثر من الفيدرالي. أعتقد بأن الأسواق مرة جديدة تبحث عن مرحلة التقاط أنفاس من هذا الرالي. وأيضا نحن نعتبر بأنه من المنطقي أن نظن بأنه كان لدينا اتجاها تصاعديا قد يستمر. سانديب، كما تعلم اليوم الكثير من المحافظ المالية لديها كاش ليفلز مرتفعة جدا، فالسؤال هل حان الوقت لاستثمار هذا الكاش أم أنه قد يكون لديك استراتيجية مختلفة؟ نحن ننظر إلى هذا السيناريو على أنه ليس سيناريو باتجاه واحد، أي ارتفاع مفاجئ وبعدها انخفاض مفاجئ، كلا، بل هو أفعال متعددة، فصول متعددة. حاليا في الوضع الحالي على المدى القصير على المستثمرين أن يستثمروا بشكل أكبر، لأن هناك الكثير من العوامل السلبية كما ذكرت، ومع انخفاض حدة هذه العوامل السلبية سوف نشهد ارتدادا. ولكن في بعض الأحيان في بداية العام القادم مرة جديدة سنواجه تحديات جمة، وذلك لأنه سيكون علينا أن نعود إلى أرباح الشركات للربع الأخير، والأرباح عليها أن تتعامل مع النمو في العوائد في الهوامش الربحية، وبالطبع تلك الصورة لن تكون صورة جد إيجابية. ولكن على المدى القصير أعتقد بأن المستثمرين عليهم أن يستثمروا أكثر، والوقت مناسب حتى للنظر في الأسهم، هذه الأسهم وأيضا أسهم القيمة التي أعتقد بأنه في بعض المجالات لدينا ارتفاع على وجه الأخص. مثلا خذوا في أوروبا الدول مثل ألمانيا يمكن أن يتم الاستثمار بها، ولأن هذه الدولة سوف تستفيد بشكل كبير من تحسن العلاقات مع الصين ومع التقاط الأنفاس من الرالي. أريد التركيز على هذه النقطة، على الجروث إكويتيز، أسهم النمو. عندما تقول أسهم نمو، طبعا القطاع كله اليوم عانى من تراجعات وصلت في بعض الأحيان إلى أكثر من 70 و80%، وحتى شركات كبرى تراجعت بأكثر من 50%. فعندما تتحدث عن الجروث، هل تقصد الفانجز أم أن قد يكون لديك أماكن أخرى تنظر إليها اليوم؟ نعم، يمكننا أن ننظر إلى مثلا أسهم الفانجز التي انخفض البعض منها من مستويات عالية إلى أقل، انخفضت ب50 وحتى 70%. أعتقد حان الوقت للنظر في أسهم القيمة، وذلك لعدة أسباب. إذا ما نظرنا بأن العام القادم على المدى القصير سيكون النمو أبطأ في الاقتصاد العالمي، فحين سيكون لدينا شح في فرص النمو، ولذلك نحن نعتبر بأن حتى أسهم النمو قد انطلقت وهي ما زالت متذبذبة. ولكن للمستثمرين نظن بأن العام القادم يوفر مجالات جديدة ومناظر جديدة، لأنه بإمكانهم أن يبدأوا بتوسيع استثماراتهم مع تخفيف الفيدرالي لسياسته النقدية والانتقال من بيئة ذات تضخم مرتفع إلى تضخم أقل. أسهم
القيمة مهمة بالنسبة لي. ليس بالضرورة أن نستثمر في أسهم الفانجز، ولكن كما تعرفون هناك سلة كبيرة من الأسهم التي لا تتعرض لما تتعرض له أسهم فانجز وتؤمن اتجاها تصاعديا أفضل. وأنا حتى يمكنني أن أقول بأنني سوف أركز على مثلا الانكشاف على الأسواق الناشئة، الأسهم الأوروبية، وأيضا تقييمات العملات وأيضا الأرباح الجيدة. هذه المناطق خارج الولايات المتحدة الأمريكية تؤمن فرص جيدة جدا للعام القادم للاستثمار فيها. سانديب، عندما ترى الفرص بأسواق الأسهم الأوروبية مثلا، ألا تتخوف من تأثير أزمة الطاقة على الشركات الأوروبية، قدرتها على التعامل معها، وإلى أي مدى قد تستنزف من الكاش فلو لديها للتعامل معها؟ أين ترى اليوم الفرص بالنسبة للقطاعات هناك؟ هذا سؤال ممتاز سيدتي. تعرفين بعد الحرب اليوم قد تم احتساب الكثير من المعلومات. نعم الشتاء قد يكون سيئا جدا، الكثير من القصص المريعة في أوروبا، ولكن هذا كله قد تم احتسابه. ونحن نعتبر بأنه أيضا ما تم أو التطورات التي حصلت مؤخرا بين أوروبا والصين تسمح لنا بأن ننظر إيجابا. قد تم احتساب الكثير من السلبيات كما سبق وأشرت، ولكن دولة مثل ألمانيا وصناديق الاستثمار الETFs في ألمانيا قد ارتفعت خلال الأسابيع الأخيرة. هذا يعني ويعطينا إشارة إلى أن هناك الكثير من الأخبار السيئة التي تم احتسابها، و أيضا سوف نشهد توجهات تصاعدية. هنا نأتي الحديث عن العوائد والمخاطر. العوائد دون أدنى شك ستكون أعلى ومضمونة أكثر من المخاطر، المخاطر التي باتت معروفة للجميع الآن. أنا أريد أن أعود لوول ستريت والتصريحات التي اليوم سمعناها من كريستوفر وولر بأنه قد يكون من المبكر الحديث عن تخفيف بوتيرة التجديد وبيانات لشهر واحد غير كافية. اليوم السوق لا يزال يسعر بأنه بديسمبر سيكون لدينا رفع للفائدة بخمسين نقطة أساس. هل تعتقد سانديب بأن الفيدرالي سيلحق بتوقعات السوق أكثر من اللحاق بالبيانات الاقتصادية خلال الفترة حتى شهر ديسمبر؟ أو أنه ترى بأنه من الممكن أن نشهد نوع من الفجوة بين ما يراه الفيدرالي من تسعير وما يراه السوق؟ سؤال ممتاز مرة جديدة. نحن نتحدث عن متحدث باسم الفيدرالي كريستوفر وولر، وعلي أن أضيف إلى أنه كان قد قال بأن الفيدرالي قد صمم عمدا بيان الأسبوع القادم للإشارة إلى أنهم سوف يخففون من هذا الرفع، فبالتالي هناك معلومات متضاربة في نفس البيان. لا أعرف إذا ما كان بإمكاني أن أستخدم هذا المصطلح. هم يحاولون أن يضمنوا بأن الأسواق لن ترتفع بشكل كبير جدا، لأنه كان لدينا تحسن كبير جدا في مؤشر الظروف المالية الذي صدر الأسبوع الماضي منذ فترة بعيدة جدا. الفيدرالي يحاول أن يحافظ على أسعار فائدة مرتفعة، وقد أدرك الفيدرالي أنه قد اقترب إلى النهاية، والطريق الوحيد برأيي التي بإمكانها أن تضمن لهم بأن الأسواق سوف تبدأ بالارتفاع بشكل كبير في ظل الظروف التمويلية، فإن هذا التباطؤ في رفع أسعار الفائدة يعني أن يقوموا بخفض قليلا هذه الوتيرة السريعة في ارتفاع الأسعار. الأسعار ستكون ردة فعلها مماثلة ردة فعلها الحالية، والأسواق قد أدركت أن الفيدرالي يتحدث عن المزيد من رفع أسعار الفائدة، ولكن الأسواق لا تصدق ذلك. لابد من الإشارة، وأن أضيف نقطة مهمة جدا، بأن الأسواق تعتقد بأن الفيدرالي سيضطر إلى رفع مستهدف التضخم من 2% إلى 3%. إذا حصل هذا فهذا مغير كبير للعبة في الأسواق،
حيث أننا لن نركز على 2% مستهدف بل ربما 3 أو حتى أعلى كمستهدف تضخم. نحن نعتبر بأن الفيدرالي يستخدم الرصاصات وبقي لديه رصاصات قليلة، ولكن هناك الكثير من الضغط في النظام على وجه الأخص عندما ننظر إلى هوامش الربحية لثلاث سنوات، وإذا ما نظرنا أيضا إلى تلك الطويلة الأمد، فهذا يعطي إشارة إلى أن هناك مخاوف كبيرة. كما يمكننا أن ننظر إلى مؤشر حركة التذبذبات قد انخفض كثيرا، لذلك نحن نعتبر بأن الفيدرالي اقترب إلى نهاية هذه اللعبة إن صح التعبير في هذه الدورة لرفع أسعار الفائدة. ومن فورت لودرديل سانديب شارما رئيس قسم الاستثمار في سينتاكس كابيتال، شكرا جزيلا لك.